اسمي نسيم الأطرش، فلسطيني من بيت سحور. بديت العزف على تشيلو بعمر 12 سنة، عمري 26. درست الموسيقى في فلسطين في المعهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، وكملت دراسة بألمانيا. بشتغل كعازف تشيلو وملحن، مقيم في مدينة بوسطن في أمريكا. كمان بعمل كعازف في استوديوهات، بسجل على مجموعة من الأفلام والمسلسلات وإلى آخره، وأيضا كمدرس. كوني فلسطيني حبيت أقدم مشروع يشرح قصة اللجوء الفلسطيني للعالم، والمشروع كان عبارة عن موسيقى لحنتها بتعاون مع فنان فلسطيني، خلق رسومات تحكي قصة اللجوء الفلسطيني. بيت سحور أكيد أثرت فيها تأثير كبير. بيت سحور مدينة تعايش، تعايش بين الدين المسيحي والدين الإسلامي، وهذا أثر فيها أنه جزء كبير من كمان عملي الموسيقي بركز على قصة التعايش بين الناس من الخلفيات المختلفة. آخر سنين عزفت في بعض المهرجانات العالمية وفي الوطن العربي والعالم، مع أنه آلتي آلة غربية وأنا بعزف موسيقى غربية كمان، ولكن في الروح الشرقية في عزفي هي اللي ممكن وصلتني للمكان اللي وصلت له. معظم العازفين العالميين اللي طلبوا مني أكون جزء من فرقتهم أو عازف معهم كانوا مهتمين بهذه الناحية من عزفي. طموحي أنه أوصل لمرحلة أكون من أهم العازفين الموسيقيين عالمياً، خصوصاً بآلة التشيلو. طموحي أنه أوصل لمرحلة أنه أخلق بصمة موسيقية، موسيقى تصبح موسيقى يتذكروها الناس.